لم يكن صالح رايس يهتم قبل كل شيء إلا بمحاربة الإسبان، ولا يهدف من وراء أي عمل إلا جمع القوة وتكتيل الشعب من أجل دحر الإسبان. وقد كان يرى قبل كل شيء وجوب احتلال وهران والنزول بالبلاد الإسبانية، لكن أن يتسنى له ذلك والسلطان السعديين بالمغرب يترقب به الفرص، والسلطان قلعة بني عباس ببلاد مجانة يعلن انفصاله واستقلاله. ترامت إليه يومئذ الأنباء عن وهن القوى الإسبانية بمدينة بجاية، وعن الضيق العظيم الذي تعاني حاميتها، فرأى أن يغتنم الفرصة وأن يبدأ بتطهير الشرق من الإسبان قبل أن يطهر الغرب. ثم من يدري، لعل إنقاذ بجاية سيكون له من الأثر ما يجعل ملك ماجانا يعود إلى حاضرة الوحدة تحت ضغط الشعب وتنفيذا لمشيئته. ففي شهر جوال من سنة 1555 سار إلى مدينة بجاية على رأس جيش عرمرم يقدر بنحو 30,000 رجل، عززهم أثناء طريقهم رجال زواوة المجاهدون من أهل إمارة كوكو. ووصلت الجيوش الجزائرية فأناخت على المدينة، بينما جاء الأسطول الجزائري يحمل الأثقال والمدافع فأرسى إلى جانبها، ونصب المسلمون الحصار على القلعة وصوبوا نحوها قذائفهم ومدافعهم الضخمة، وابتدأت معركة الإنقاذ الكبرى. ولقد كان الوالي الإسباني دون ألونزو كاريلو قد سمع من بعض صائدي الأسماك الإيطاليين أنهم شاهدوا أسطولا جزائريا ضخما قادما إلى جهة الشرق، فلم يصدق أن الجزائريين سيهاجمونه، لكنه اتخذ يستعد وينتظر الحوادث ويوالي طلب النجدة والإعانة من إسبانيا. ومما يسر به الله سبحانه عز وجل على الجزائريين إنقاذ مدينة بجاية وتطهير الساحل الشرقي الجزائري من الدنس الاستعماري الكافر، أن أمطار الخريف كانت تتهاطل باستمرار على تلك الناحية، فارتفعت بها مياه وادي الصمام إلى أن أصبح في حال تمكن السفن من اجتياز مصبه إلى ما خلف المدينة على مسافة 5 كيلومترات تقريبا. فاغتنم صالح رايس هذه الفرصة التي جادت بها السماء وأدخل السفن من مجرى الوادي إلى أن استقرت خلف القلاع، فأنزل مدفعيته وآلات حربه ونصبها على المدينة بغاية الإحكام. أما الجيش الإسباني فقد استعد لحصار طويل، وخرج من أسوار المدينة قبل الحصار الإسلامي، فأغار على الدواوير والقرى القريبة من المدينة ونهب ما بها من دواجن وحيوان وحبوب، ورجع إلى ما وراء الأسوار. ثم أخذت الحامية والجيش الإنقاذ تتبادلان إطلاق المدافع، واستبسل الإسبانيون كعادتهم من وراء الحصون في الدفاع استبسالا يسجل لهم بالفخر. هاجم الجزائريون أول الأمر حصن القصر الإمبراطوري بعد أن قصفوه بالمدافع وقوضوه، ثم استولوا عليه عنوة واقتدار، وما خرج منه الإسبان إلا بعد أن لم تبق بين أيديهم أدنى وسيلة للدفاع. وما كاد المسلمون يتسلمون أنقاض الحصن حتى بادروا بإقامة جدرانه، وأصبحوا يستعملونه في قصف المدينة ويرقبون منه كل تحركات الإسبان الذين خرجوا يعززون وسائل الدفاع في قلب المعقل المحصور. بعينيه
يرى القائد الإسباني بوادر الانهيار، فبعث بهذه الرسالة إلى الوصية على عرش إسبانيا الأميرة خوانا بنت الإمبراطور شارلوكانت. خرجت الرسالة من بجاية يوم 17 سبتمبر سنة 1555. يقول: هذا الملك البائس، لقد أرسلت سموكم قبل هذا أبلغكم الحالة التعسة التي أصبحت عليها مدينتي بجاية. إن هذا المعقل في حاجة ملحة إلى النجدة السريعة. لا توجد أبدا أي جدران حصينة تستطيع أن تثبت أمام هذه المدفعية المرعبة التي نصبها الكلب ملك الجزائر أمام بجاية. فخلال يومين اثنين حطم الأتراك بصفة تامة الحصن الإمبراطوري وسدوا الخنادق، ولقد أصبح من المستحيل استمرار المقاومة. وصرت أتلقى من رجال الحامية رسائل تسألنا أنا والمراقب بإسم الله أن نعمل على إنقاذهم. وبعد أن يقول إنه جمع مجلسا حربيا مؤلفا من كبار الضباط الذين ذكر أسماؤهم، استأنف يقول: ولقد اتفق هؤلاء الضباط والقادة على أنه لا تمكن المقاومة أكثر من هذا الحد، فكل شيء قد تحطم حتى الأساس وتهدمت الجدران، وما بقي منها قائما فهو على وشك الانقضاض. ومن أجل هذا قد أجمعت كلمتنا على تسليم الحصن ونصف الأقواس والركائز التي لا تزال قائمة. وقد نفذنا كل هذا بالفعل، ونحن الآن ننتظر ماذا سيكون مآلنا. فالأتراك قد صوبوا مدافعهم الآن نحو نفس المدينة، وهم عديدون ومسلحون بالبنادق النارية. نرجوكم رجاء حارا أن تفكروا في أهمية بجاية وفي حصونها، فإذ ما تمكن هؤلاء الأتراك الأشقياء دمرهم الله من احتلالها، فإن كل قوى جلالة الإمبراطور لن تستطيع مجتمعة إخراجهم منها. ألتمس من سموكم إصدار الأوامر لكي نتلقى من إسبانيا بكامل السرعة المدد اللازم، ولتعتقد سموكم أنني مستعد للموت كوالدي في سبيل الله وفي سبيل صاحب الجلالة. كانت هذه الرسالة البائسة هي التي أرسلها هذا الملك الخائب. وجه الجزائريون نيران مدافعهم بعد ذلك نحو معقل باب البحر الذي يحمي أسفل المدينة، وكانت جدرانه سميكة، فاستمر قصفها مدى 5 أيام والإسبانيون يدافعون دفاع المستميت، إلى أن تمكن المجاهدون من اكتشاف مكان خزينة البارود، فصوبوا نحوها البنادق بصفة محكمة فانفجرت، وكان لانفجارها دوي هائل ورجة عظمى. تهاوت معها الكثرة من جدران الحصن، فهاجمه المجاهدون بعنف وشدة، واشتبك الجانبان في معركة بالسلاح الأبيض، إلى أن انتهت المقاومة فوق تلك الأطلال، وقتل أغلب المدافعين وأسرت بقيتهم. بقيت هنالك عقبة كبرى دون فتح المدينة هي القصر الكبير، وهو معقل هائل رفيع الجدار سميك الحصون، وكان هو مركز المقاومة الأساسي. وقد كان رجال الإسبان ونسائهم وأطفالهم وما عندهم من عبيد يشتغلون أثناء الحصار ليلا ونهارا في إقامة جدار دفاعي جديد يحمي القصر الكبير، يبلغ ارتفاعه 15 قدما، وكانوا يرممون بالليل كل ثملة
تحدثها مدافع الجزائر في النهار. تقدم نحو الأسوار الإسبانية أحد رجال الجيش الجزائري يحمل راية بيضاء، فسمح له بالدخول، وسلم القائد الإسباني رسالة من صالح رايس مكتوبة باللغة البرتغالية: إليك تعريبها، أنا ملك الجزائر. لقد رأيت كيف أن رجالي قد استطاعوا احتلال معقلين من معاقل دفاعكم، ثم أنك ولا ريب تعلم أنني عقدت العزم بصفة حاسمة على أخذ هذه القلعة التي تدافعون عنها، ولتعلم أيضا أنك لن تتلقى أبدا أدنى إعانة من إسبانيا، لأنني قد أخذت السفينة التي بعثت على متنها من يطلب النجدة، وبما أنه قد اقتربت ساعة سقوط المدينة وأنك لن تستطيع أصلا النجاة والإفلات من قبضة يدي، فأنا أطلب إليك أن تستسلم وأن تسلم المدينة لي، وأنا أتعهد لك مقابل ذلك بأنني لن أمسك أنت ولا أي رجل من الرجال الملتفين حولك بسوء، أما إذا استمر بك العناد فلن يكن مآلكم إلا الموت جميعا. عليك برد الجواب حالا مع حامله حسن. لكن الحاكم رفض الرذوخ لهذا الإنذار في غمرة من غمرات العز والشرف الجريح، واستمرت المقاومة 5 أيام أخرى. أخذ الجزائريون يتسلقون إثر ذلك جدران الحصن بعد أن ردموا الخنادق التي حفرت حوله، ويحاولون اقتحامه مهما كلفهم الأمر، بينما كانت المدافع الجزائرية تسدد ضرباتها نحو الأهداف. جمع الحاكم بقية الرجال وتشاور معهم، فأشاروا كلهم، وكان عددهم لا يبلغ إلا 120 رجلا، بوجوب الاستسلام إذ لم يبقى أدنى أمل في الدفاع، فأرسلوا لصالح رايس يعلمونه بقرارهم، فقبل استسلامهم وبرى لهم بوعده السالف، رغم أنهم استمروا على الدفاع ورفضوا الإنذار، وذلك تقديرا منه لبطولتهم واعترافا بما بذلوه من همة في الدفاع، وسمح لهم جميعا، خلافا لما يزعمه بعض مؤرخي الغرب، بالرجوع إلى إسبانيا. ثم دخل الجزائريون المدينة بين هاتف التهليل والتكبير، واحتلوها وبادروا قبل كل شيء بتحرير ما كان باقيا بها من مساجد، فأزالوا فورا ما كان عليها من صلبان، وأعادوها معابد إسلامية، وأخذ الناس يعودون لسكن بجاية، سواء أكانوا من سكانها الأقدمين الذين خرجوا منها عندما أعلنت سياسة التنصير الإجباري، أو من جاء معهم من جموع أخرى، وأخذوا جميعا في ترميم المدينة وتضميد جراحاتها، حتى عادت لها في مدة وجيزة صبغة المدينة الحية العامرة. لكنها ولسوء الحظ قد فقدت تحت المعامل الصليبية الإسبانية كل تراثها القديم، خلال استعباد فظيع دام نصف قرن. لم يكن الحاكم ريبيرا أو أي رجل مكانه ليستطيع أن يدافع أكثر مما دافع أو يعمل أكثر مما عمل، لكن ثائرة الشعب الإسباني كانت عظيمة جدا، وكانت ثائرة الأمم المسيحية الأوروبية ودوائر البابا في روما أعظم من ذلك، فكانت السياسة التي لا ضمير لها توجب أن يقع الانتقام من أي أحد من أجل تهدئة الثائرة. واختير الحاكم العام ريبيرا ليكون كبش الفداء كما يقال، فقبض عليه ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى، لأنه سلم بنذالة للمسلمين قلعة
كان يستطيع أن يدافع عنها أكثر من مدافع، فأفقد إسبانيا بذلك ثاني مراكزها في إفريقيا بعد وهران، وحكمت المحكمة العسكرية عليه بالإعدام رغم اعتراف الرجال الذين كانوا حوله بأنهم قرروا معه الاستسلام، بل أجبروه تقريبا عليه. وبعد أن عذب وأهين وذاق كل أنواع المذلة، أعدموه بقطع رأسه في ساحة عمومية، ورفع الجلاد رأس الحاكم أمام الشعب قائلا الجملة التي أمر بقولها: أيها الشعب، هذا رأس رجل نذل فقده صاحبه بعدما فقد الشرف، أما الجزائر المجاهدة فإنها ترد له الاعتبار وتذكره كخصم عنيد ناضل حتى النهاية عن عقيدته ودولته، وأزدل نهائيا الستار عن مأساة بجاية تحت الحكم الإسباني. بسقوط حصون بجاية بين أيدي الجزائريين انتهى كل أثر لاحتلال إسبانيا للساحل الشرقي الجزائري والقرى الساحلية، ومنها مدينة القلّ.